مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أول مذيع رسمي في الديوان الملكي السعودي وأحد رواد الإعلام في السعودية، رافق الملوك وقابل أشهر الزعماء، نال أوسمة رفيعة خلال مسيرته، وتم تكريمه في السعودية وخارجها، أجاد 4 لغات، وكتب للصحافة والإذاعة والتلفزيون حتى بات أحد رموزها. مسيرة المثقف والإعلامي بكر يونس في حلقة جديدة من الراحل، نتابع. منذ بدء البث الإذاعي في المملكة العربية السعودية خلال الأربعينات، اعتاد المستمعون على صوت المذيع الذي يرافق الملوك في زياراتهم التفقدية في الداخل ورحلاتهم الرسمية إلى الخارج. ظهر حينها مسمى المذيع الرسمي الذي يتولى تغطية أخبار ونشاطات القيادة السياسية في البلاد. من هؤلاء كان الراحل بكر يونس الذي رافق الملك سعود في كثير من زياراته. بات صوت المذيع الراحل يعني بالضرورة الإعلان عن نشاط ملكي في الداخل أو الخارج. يسر دار الإذاعة السعودية بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة ذكرى جلوس جلالة الملك المعظم على عرشه المفدى، فترفع إلى أعتاب جلالته أسمى آيات الولاء والإخلاص. أبوي من الناس اللي الحمد لله والشكر يا رب عرف شلون يغرس فينا قيم ومبادئ الأب لما يزرعها بحب، مو بخوف، مو بعصبية. رجل مسالم عنده 8-9 بنات، إذا ما عاملهم المعاملة اللي تليق فيهم يكبروا على أسسها، ما أعتقد أنه كان يقدر يسوي مننا عالم وناس محترمة الناس كلها تعتز فيها. أنا لا يمكن أنسى طبعاً قبل ما أولد منظر المسجل الآن موجود في اليوتيوب، وهو يقدم أو يسجل لحظات الحلف اليمين لأول مجلس وزراء أمام الملك سعود، مثل الأفذاذ الملك فيصل الله يرحمه، الأمير فهد بن عبد العزيز الملك بعد كذا رحمة الله عليه، الأمير سلطان رحمة الله عليه، الأمير مساعد بن عبد الرحمن. أرجو من الأخوان أن يتخيلوا أو يروا بكر يونس وهو يقف وقفته الجميلة، هذا الشاب النحيف الأسمر الطويل، وهو يعني بين أيدي جلالة الملك سعود رحمه الله وأخوانه يحلفون اليمين أمامه. هذا منظر رائع. قبل الحديث عن الراحل والأستاذ والإعلامي الرائد بكر يونس، لابد أن أقف وقفة قصيرة جدا على أن الإعلام السعودي المسموع والمقروء منذ بداياته، إذا أخذنا الإذاعة فقد بدأت في عام 1949 ميلادية. في ذلك التاريخ على حرص المملكة أن يكون لها صوت إعلامي إذاعي واعد، كانت حريصة على أن تأخذ بيد المواطن لكي يكون هو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها الإعلام المسموع. نال بكر يونس شهرة واسعة بسبب صوته المميز وطريقته في التعليق على أخبار الزيارات الملكية، حتى بات أسلوبه مدرسة في التعامل مع المناسبات الكبرى، امتد إلى أجيال من المذيعين الرسميين في السعودية. أقدر أقول لك إنه هو إنسان عصامي، بدأ من الصفر، طور نفسه، قارئ جيد ونهم جداً، سافر كثير من البلدان، سافر أمريكا، ثقف روحه، يعني حط له هدف قدامه إنه هذا لازم يوصل له، وهذا اللي إحنا أكثر شيء أخذناه منه، فحط هدف قدامه إنه هو يبدع في هالمجال اللي هو فيه، إذاعة، تقديم برامج، في مجالات أخرى كمان كثير ناس ما يدروا عنها، فحط قدامه إنه هو لازم يبدع في هذا المجال، فطور من روحه ودرس ولغات ومن أحسن ما يكون إلى أن وصل المكان اللي هو فيها هذه وأكثر كمان ما شاء الله عليه. راحل يستحق أن الواحد يتذكره،
ويستحق أن يتحدث عنه الكثيرون في مجال الإعلام، لأنه ترك في الواقع إرث لا ينضب، إرث يدعو إلى استمرار اسم بكر يونس رحمة الله عليه في المواقع الإعلامية بهذا الكم الذي تركه ما شاء الله تبارك الله من الأبناء ومن البنات اللي واصلوا حمل اسمه في مجال الإعلام وتميزوا في هذا الحقل. وده هو الورث أو الميراث الحقيقي الذي يتركه أب لأبنائه، فيظل حيا في أسماعنا وفي عيوننا طالما تحدث عنه أبناؤه أو بناته. فهم جميعا حقيقة من المتميزين سواء أولاد أو بنات، وكانوا من الرواد كما كان بكر يونس رحمة الله عليه أحد الرواد الإذاعيين الكبار. كلما ذكر في مجال أو في أروقة الإعلام بالذات في الإذاعة أول ما بدأت كان اسمه لا يغيب عن الحضور، ودائما الحديث عنه بكل ما يملك الإنسان من حب لشخص حتى لو لم يلتقي به. فكان من هذه الشخصيات التي لا تموت، إن ماتت جسدا فهي باقية إرثا وباقية عملا وباقية مجهود. بكر يونس رحمه الله طبعا من الإعلاميين الكبار والمؤسسين في الحياة الإعلامية الإذاعية، وهو ملف كبير وقضية كبيرة جدا في الإعلام. كان يعتمد على نفسه في كل شيء، ويمكن من اللي نذكر له أنه كان يجيب يستورد من برا من ألمانيا، أعتقد جاب أدوات تسجيل خاصة، وكان كمان الهيدفون نشوفه جديد أيامه أنه هو يستعمل الهيدفون، يعني كان يجيب أدواته غير الإعلام، غير مهمته في الإعلام، يسوي كل شغله هو للمهمة. من الإعلاميين الكبار جدا المؤسسين الذين قدموا إعلام جيد يتوازى مع التطور في العالم، تطور الإعلام في العالم، وكان من الأسماء الإذاعية الكبيرة جدا بلا شك. وغير كده غير هذا أنه أهم شيء فيه أنه ورث للإعلام قبيلة من الإعلاميين والفنانين والأسماء الكبيرة، منها بناته كلهم، منها الولدين سعود الله يرحمه محمد بكر يونس، غير أنه مطرب وكمان اشتغل إعلام شوية، غير الكبار اللي في دنيا الإعلام من البداية، دنيا بكر يونس، سناء بكر يونس في البحرين، إيمان المخرجة والمذيعة، وكثير، وفاطمة قابلتها، فاطمة بكر يونس قابلتها عام 97 في أمريكا في التلفزيون العربي ANA العربي الأمريكي في واشنطن مع تركي الشبانة كان ياما، ويعني كلهم اشتغلوا وانتشروا في العالم كله. بعدين دنيا رجعت بعد مهمتها الكبيرة في برامج الأطفال منذ بداية التلفزيون عام 67 في السعودية، راحت لندن واشتغلت فترة مع تأسيس الـ MBC في الإذاعة هناك، وقدمت أعمال كبيرة. يعني قبيلة من الإعلاميين على قد ما نقدر نقول نتكلم عنها، يمكن يبغالي ساعات أتكلم عنها. ولد بكر يونس إبراهيم يونس في مكة عام 1920، تعود أصول الراحل إلى قبائل الطوارق في الصحراء الكبرى، وهاجر والداه وأعمامه الثلاثة إلى الحجاز قبل ولادة بكر يونس. لم تكن طفولة بكر يونس مرحلة سعيدة في حياته بعدما فقد والداه في الخامسة من عمره. أصل الوالد من الطوارق اللي هم بدو الصحراء الكبرى بين ليبيا والمغرب والأقرب لليبيا، ارتحلوا من صحراء ليبيا إلى الحجاز، يعني حابين يكونوا قريبين من الحرمين أو مكة المكرمة، فتركوا الصحراء وتركوا الدنيا كلها وراهم وانتقلوا إلى مكة. سكنوا في منطقة مكة بجوار الحرم طبعا، وانولد بكر يونس في مكة في عام 1920، هو الولد الوحيد طبعا لوالدينه. هم كانوا عمانه أربعة، ثلاثة رجال وعمة واحدة اسمها عائشة.
عاش الراحل في كنف خاله الشيخ طاهر أحمد بعد زواج والدته ورحيلها مع زوجها إلى العراق. انتقل يونس إلى المدينة برفقة خاله قبل أن يدخل إلى دار الأيتام للإقامة والدراسة فيها. تميز الراحل بحسن الخلق والذكاء، ما جعله مقرباً من معلميه ورفاقه. طبعاً خاله كان تاجر مواشي، وكانوا زمان يسموه اللبان، فكان يتاجر في المواشي. فطلع على المدينة واستقروا في المدينة، يعني ما طول كثير الفترة اللي استقروا فيها. بالصدفة التقى طاهر زمخشري بطاهر أحمد اللي هو خال بكر يونس. في كانت علاقة بينهم، لأن كان ساكن طاهر زمخشري وعائلته في مكة، فكانوا في نفس الحي تقريبا. فالتقوا هو وخال بكر يونس، فشاف الطفل الصغير أبوه 9 سنين. العمر تقريبا بين طاهر زمخشري وبكر يونس ما هو الكبير، يعني ممكن تقولي هذا أخوه الصغير تقريبا 14 سنة. فقال له يعني ليش ما تخلي، قال لي خال بكر يونس، قال له ليش ما تخلي ابن أختك يدخل دار الأيتام؟ حرام، هو معاك جاي من الحرم رايح للحرم وما عنده شيء يعمل، يعني غير أنه هو معاك، فخليه يتعلم الولد. ففعلا استحسن الفكرة وطلب أنه هو يعني يدخله دار الأيتام. طبعا طاهر زمخشري الله يرحمه كان وقتها نقل من مكة للمدينة ودرس في دار الأيتام. دار الأيتام كانت أول دار أيتام في المملكة، اسمها دار الأيتام الحرمين، وكانت للشيخ عبد القادر دادة. كانت تعنى بالأطفال أو أبناء البدو حوالين المدينة، والأبناء الفقراء كانوا يدرسوا فيها، وكان فيها حرف، كان فيها تقريبا صناعات وحرف يعلموها الأطفال. نجي للمرحلة اللي هي مرحلة دار الأيتام، اللي هي أنا أعتبرها يعني من خلال كلامه لما كان يحكي لنا هي المعاناة، لأنه لا أم ولا أب، وطفل شغوف، وطفل عنده أحلام، وكان يفكر أكبر من عمره أنه أنا يعني أنا الآن هنا، بس أنا يعني أحس أني أنا تارك أمي وأبوي في مكة. كان عنده ذا الإحساس. التحق في دار الأيتام وبدأ أتأقلم ودخل في الجو مع الأطفال، وبدأ عرف وين سريره. كانت هذه معاناة بالنسبة له، كان أول ما يدري وين ينام، وين يروح، بيت عمته لا بيت خاله، فهذه كانت يعني متعبة بالنسبة له. فخلاص عرف إنه هذا سريري، وهذا المكان اللي حاكل فيه، وهذا المكان اللي حنام فيه، وهذا الفصل اللي أنا حدرس فيه. فخلاص بدأ يأقلم نفسه على كده. في المرحلة الابتدائية بدأ يكون من التلاميذ النبيهين الشاطرين، يعني كان يجيب دائما العلامات العالية. وواحدة من القصص اللي حكانا إياها كان في يمكن في المرحلة الابتدائية في آخرها، يقول كنت من الأشياء اللي أحب أني يعني أعملها علشان أبغى أكون شيء وأكون يعني مهم في الدار. يعني دائما يقولوا هذا الطفل شاطر، يعني يحب يعتد بنفسه بأعماله، يعني يحب هذا الشغلة. فيقول كنت أوقف قدام المراية، يعني هذه أنا ما أنساها القصة لأني هذه أخذتها منه. يقول كنت أوقف قدام المراية، مراية صغيرة مكسورة أحطها يقول قدامي، وأوقف وأصلح الهندام حقي اللي هو اليونيفورم تبع الدار. فكان في رقمه اللي هو 1 2 1، يعني أنا هذا أرخته أو كتبته حتى ما أنساه. فيقول أصلح بلوستي وأسحبها وأضبط نفسي وأوقف وأقول أنا بكرة حكون الأستاذ العظيم. فكان عنده كلمة أو أخذ اقتبس كلمة من القرآن، البنان اللي هي الإشارة بالإصبع. فكان يقول أنا بكرة إن شاء الله حكون الأستاذ الكبير الذي سوف يشار له بالبنان. فهذه كانت الجملة يعني رسخت حتى في راسي أنا، يعني قلت قد إيش هذا الطفل معتد بنفسه، حاسس أنه هو حيكون شيء، وهو في مكان يعني يرثى له، يعني مكان الفقر ضارب فيه، مكان ما يكون فيه إلا الفقراء والأيتام.
خلص المرحلة الابتدائية ودخل على مرحلة المتوسط. طبعا في كان كثير من الأسر اللي موجودة في المدينة، وفي شخصيات وأسماء وكلها تقريبا رصدتها في الكتاب، يعني كلهم في شيء منهم أو أبنائهم وأحفادهم أتواصلوا معايا، فيعني كانت معاناتهم بأنهم في هذا المكان كأولاد ما عندهم أبهات ولا أمهات، ويمكن أكثر شيء بكر يونس لأنه عارف أنه له أم موجودة ولكن بعيدة عنه. تمكن بكر يونس من إتمام دراسته الثانوية في دار الأيتام بالمدينة بتفوق منحه الحصول على بعثة دراسية لمواصلة تعليمه في فلسطين. درس الراحل في كلية بيرزيت ونال منها شهادة الليسانس في الأدب الإنجليزي. وزارة المعارف في ذلك الوقت كانت حريصة في مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كانت الأنشطة الموجودة تعتبر هي الأرضية التي تبرز منها المواهب الطلابية في مجالات مختلفة، سواء كانت مجالات صحفية أو إذاعية أو فنية أو أدبية إلى آخره. فمن هذا المنطلق أصبح وجود الكادر الإعلامي الإذاعي ليس صعبا، لأن البنية أصبحت موجودة والبيئة المناسبة موجودة والموهوبين موجودين، ولكن فقط أن تتاح لهم الفرصة حتى يلتحقوا بهذا الجهاز الجديد الذي وفد إلى المملكة العربية السعودية ليضاف إلى الإعلام المقروء الذي سبق بصحيفة أم القرى. فكانت الكوكبة التي ساهمت في الالتحاق بالعمل الإذاعي في ذلك الوقت أعتبرهم جميعا رواد. طبعا كان يحكي عن كيف دراسته وكيف عاش اليتم بين المدينة، يعني وفقد يعني والده، ولكن هو رغم كل هالمصاعب اللي مرت به إلا أنه ثابر واجتهد وسافر لفلسطين وتخرج من جامعة بيرزيت في فلسطين وعاد وخدم بلده يعني في مجال الإعلام، وكان من المرافقين للملك سعود رحمهم الله جميعا. هو صاحب نكتة ولكن أيضا يصاحب كلامه معلومة مفيدة، فكان يتحدث عن يعني رحلاته عن معاناته عن تغربه عن أهله، وتبناه الأستاذ طاهر زمخشري، فكان عاش اليتم ورغم كل المصاعب اللي واجهته إلا أنه وصل إلى أنه تخرج من الجامعة. كان حديث مقل، هو ما يتكلم كثير إلا لما الواحد يسأله يعني، فما يحب يقول أنا سويت وأنا قلت وأنا لا، فهو لما تسألينه هو يجيبك يعني. فكان شو أقول لك يعني، ما شخصية محبوبة من الجميع أفراد الحي اللي احنا فيه يعني. لم تكن محطة فلسطين خالية من المصاعب بعدما بحث عن عمل في أكثر من مكان بهدف الحصول على ما يعينه على إكمال دراسته، ما جعله يشتغل بيده عتالاً وعامل بناء وغيرها من المهن الشاقة. يقول كنت في الليل أصحى أبكي، أتذكر أبوي وأتذكر أمي وأحس أني أنا مو هذا مكاني، لازم أكون بينهم، وأفتكر أن هي جداً بعيدة يعني. أنا يقول أنا ما أعرف إيش العراق، يقول أحس أن هي مرة بعيدة عني. فكان يقول أصحى وأقول أنا لازم أطلع من ذا المكان، يقول عاد أسمع صوت الكلاب برا الله يكرمكم، فيقول أخاف أرجع ثاني مرة أدخل السرير وأنام. فهذه كانت تقريباً المعاناة اللي حس فيها يعني قديش هو مفتقد العائلة، شخص واحد ما عنده أخت ولا عنده أخ، وانفصل عن العائلة الباقية لأن أصلاً عائلته كعائلة نصها توفى.
خلص الثانوي بتفوق، فابتعثوهم فيهم ثلاثة تقريبا، وللأسف ما يحضرني اسمائهم الاثنين اللي كانوا مع بكر يونس. كان في قطار من المدينة إلى فلسطين، فركبوا القطار وكانت معاهم سلال، يقول كان معانا سلال حاطين فيها هدومنا وحاطين فيها أكلنا. يقول وإحنا في الطريق، يقول واحد فيهم أكل نص الأكل وإحنا لسه تونا لسه ما طلعنا من السعودية. فيقول كانت يعني معاناتنا مرة مرة كانت صعبة. وصل بكر يونس إلى فلسطين. طبعاً أول ما وصل المدينة ما كانت المسألة سهلة بالنسبة له، ولا كانت ببساطة إنه هو حيلتحق بالكلية أو بالجامعة. طبعاً هو درس في بيرزيت، جامعة عريقة جداً في فلسطين، يعني يمكن من أوائل الجامعات بيرزيت، في رام الله في الضفة الغربية تقريباً. كانت طبعاً هي مدرسة صغيرة، بعدين تحولت إلى كلية، بعدين تحولت إلى جامعة، وهي تقريباً من أفضل الجامعات وأكبر الجامعات في فلسطين. فهو جاء في المرحلة اللي هي صارت فيها كلية، درس فيها، ودراسته فيها يعني نقلته نقلة نوعية. أصبح بكر يونس المتحدث، بكر يونس المتعلم، بكر يونس اللي اقتبس وتعلم شغلات كثير غير انه هو يعني سعودي جاي من منطقة يمكن كانوا زمان اول يعني التعليم على جدهم وكذا، وصل مكان التعليم فيه يعني على مستوى، درس طبعا درس الأدب الإنجليزي واخذ الليسانس من الجامعة. رحل بكر يونس إلى العراق بعدما أنهى دراسته في فلسطين. كان هدفه البقاء مع والدته في بغداد والعيش بجانبها. عمل الراحل موظفاً في جامعة بغداد، مستفيداً من تعليمه العالي وثقافته الواسعة. في بغداد تزوج بكر يونس من السيدة سعاد صبح المشهداني التي أنجبت له 4 من الأبناء. كانت تجربة الراحل في فلسطين والعراق أحد روافد ثراء معلوماته وثقافته العالية. زرع الراحل في الأبناء والبنات حسن الخلق والبساطة في التعامل مع الناس، فضلاً عن الإخلاص في العمل والاهتمام بالتحصيل العلمي. علاقة الوالد والوالدة، هذا الزوج المثالي وهذه الزوجة المثالية. زوجة جاية من عند أبعد بلد في ذيك الأيام، من بغداد، من العراق جاية، ولما يجي يبغى يرسلها تروح للعراق لأهلها، تقول له يا بكر الحين إحنا في حاجة، إحنا قاعدين نبني غرفة برا، إحنا قاعدين الأولاد وملابسهم وعيد وما عيد، يعني تتخلى عن إنها تروح لأهلها في الفترة اللي هي إجازة لازم تروح لأهلها. هذا واحد. اثنين، هو الرجل نفسه يعرف إنه هذه الزوجة تارك عائلتها وجاية عنده، وعندها الصلاة على النبي الأطفال والصغار واللي لازم تروح ترتاح شوي، لكن لا، يجي يقول لها يا سعاد يا حبيبتي أنا أقول روحي وانبسطي مع أهلك، لكن هذه الحرمة أبدا. بالنسبة للجدول اللي يسويه طبعا عشان الطبخ، ما الطبخ كل أيام الأسبوع، لكن يوم الجمعة يقول لنا ها يوم الجمعة الطبخ علي، ولا أحد فيكم يدخل المطبخ. فإحنا نتوقع أنه راح يدخل يطبخ أو شيء، لكن عرفنا في الأخير أنه هذه الجمعة المميزة عنده، بعد صلاة الجمعة يروح يجيب الغداء، يجيب الكباب، المشويات، الفاكهة، الحبحب، الخبز، جميع أشياء مستلزمات الغداء هي المفروض عليه. فهذا يوم الجمعة مميز عندنا ومميز عنده، أنه ما تدخل المطبخ، نيجي نحط السفرة بس وننتظر جاي الغداء اليوم على أبويا. فكان إنسان يعني سابق عصر وأوانه في كل شيء، في تعامله معنا، في ثقته فينا إحنا البنات، في احترامه لجيرانه لأصحابه. يعني يمكن لو تسأل اثنين من زملائه ما تلاقي أحد يكره هذا الإنسان، يعني يجتمع الكثير على محبة هذا الإنسان، على أنه يعني متفتح وكشي، لكن ما يحب يكسر كلمة الوالدة. يعني مثلاً أختي وفاة سافرت أمريكا تدرس هي وزوجها، فسناتي بتروح تدرس في الكويت بدون زوج، قالت ما عندي بنات يروحوا لوحدهم يدرسوا، ايش سويت انا؟
اضراب 3 ايام وماسك المجلة اللي فيها عن المعهد إلا أنا أبغى أروح المعهد أقدم فيه تمثيل وإخراج وفيه ديكور وفيه نقد أروح أنا أقدم. ما تروح أمي راسها وألف سيف تروح تدرس تمثيل في الكويت. إيش أقول لربعي أنا تدرسي تمثيل؟ روح أدرسي إنجليزي أدرسي شيء مفيد. شاف إنه ما في فايدة تشاور هما الاثنين قال لها البنت بتموت خليني أنا بأخذها وأروح أشوف الوضع وبعدين إن شاء الله إذا شفت أوكي الأمور خلاص خليها تدرس تأخذها أنت يلا روح شوف. والله وراح معايا وقدمت وتميزت وصاروا كل سنة هو الوالد والوالدة يجي يحضروا تخرجي ويحضروا المسرحيات اللي قاعدة أقدمها. في ذاك الوقت الوالدة قالت الحمد لله أني أنا ما منعتك عرفت أني أنا واحدة يعني رايحة بتدرس متميزة. كان الوالد يقول أنا عندي 9 أولاد مو عندي 9 بنات من كثر الثقة اللي كان محملنا إياها وهذا حمل ثقيل مو أحد يعني يتحمل واحد يثق في بنات انهم يسافروا وانه يدخلوا في مجال الاذاعه والتلفزيون وفي ذيك الفتره اللي كان صعب جدا ان انت يعني تدخل في هذا المجال. حتى صديقاتنا كانوا يقولوا والله اني بختكم احنا نفسنا ندخل هذا المجال لكن صعب لانه كان كل واحد ويعني تربيته وابوه وامه وطريقتهم في التعامل والتربيه معهم. سكن بكر يونس بجوار بيت المشهداني. بيت المشهداني هم بالضبط جيرانهم بينهم جدار اللي هو بيت الوالدة اللي هي سعاد صبحي المشهداني. فمن هنا صار اللقاء. فهذه البنت الجميلة اللي اسمها سعاد صبحي نط الأرنب تبعها على بيت الجيران. بيت الجيران بيت بكر يونس. فهي طبعا معتقدة إن هي حتدخل بسرعة تأخذ هذا وتطلع تأخذ الأرنب وتطلع. فلقت الباب مفتوح كذا فدخلت وجات تبغى تأخذ الأرنب إلا هو واقف. قال لها إيش بتسوي؟ قالت له أنا الأرنب بس حقي جاء عندكم في البيت. قال لها آه طيب. مين حضر المشهد؟ الوالدة اللي هي والدته جدتي. فشافت البنت حلوة وشكلها جميل وكذا فخلاص هي طبعا قعدت فترة تزن على الوالد انه لازم تتزوج وانه لازم يصير عندك عيال وزي كذا. ففعلا يمكن ثاني يوم ثالث يوم راحت وخطبت سعاد. فجدي اللي هو صبحي المشهداني تاجر فواكه يروح للشام ويرجع ويتاجر في الفواكه. لما جاء خطب وافق على طول جدي سمعوا العائلة فجوا طبعا عمانه أخوانه أخوان جدي جو قالوا له يعني هذا الرجل أسود كيف تعطي بنتك لرجل أسود؟ قال لهم هذا الأسود اللي حاعطي بنتي له بنتي لا تقرأ ولا تكتب ورجل متعلم وجامعي ومن يكفي أنه من الحجاز وهذه بنتي وأنا أعرف أتصرف في بنتي وأنتوا ما لكم دخل. فكانت مسألة بالنسبة لأعمامها مسألة إنه كيف إنه يتزوج من تتزوج من رجل أسود. فجدي كان يعني ما شاء الله على إنه ما هو ذاك التعليم يعني ولكن نظرته عاقلة يعني أو لها بعد. فقال أنا بزوج بنتي واحد متعلم يعني إن شاء الله يخليها تتعلم. وفعلا تزوج. فكانت طبعا الوالدة الله يرحمها كانت جدا صغيرة العمر يعني لما تزوجت الوالد. أبوي كان خلاص قد خلص الجامعة ورجل كبير وهي يمكن 13 سنة. فمن ضمن الأشياء اللي مضحكة برضو لأنها صغيرة في العمر لسه كان يقول لها وهو طالع يقول لها خليكي ممتازة ولا تطلعي في الشارع وكذا. يعني كانت أول تلعب في الشارع صغيرة فهي لا تطلعي في الشارع وحين أنت متزوجة وكبيرة. فكان لما يروح العمل ويرجع يقوم يشوفها من أول الشارع تلعب فهي بس تشوفها تروح على طول على البيت. فلما نيجي يقول لها مين كان في الشارع يلعب؟ فكانت يعني كانت كذا قصص جميلة. وفي نفس الوقت يعني لما يذكرها يقول أمكم يعني عانت معايا وهي صغيرة وخلفت وهي صغيرة يعني كانت قدها. عاد العراقيين شديدين فكانت قد هذا الشيء. أنا كان الوالد الله يرحمه عنده طريقة ذكية في التوجيه لي أنا كنت كصغيرة في رمضان. كان عشان أنك شاطرة وأنت صايمة والصايم عندنا هو أبطل واحد
فياخذني معاه كان الوزارة، وهو طبعا كان تفكره انه اخذها عشان ما تزعبر وما تاكل وما تفطر يعني، لان امي كانت تخل ترحمنا يعني. فكنت اروح معاه الوزارة وهو كان في المراقبة وقتها ويشوف الافلام ويراقبها وكذا، فكان يحرص انه يجيب الافلام حقت اطفال او كذا عشان انا اتسلى، ويخليني في المكتب ومدري ايش. ولما يصير العصر يقول لي تعرفي لانك صمتي الين العصر خلاص الحين تقدري تفطري. فكان يسويها مراحل كذا، ومراحل لا يلا نطلع نتمشى يلا مدري وشو. كل واحد فينا يحس انه هو اهم واحد عنده. يعني انا اصغر واحده كنت احس اني انا الدلوعه اهم واحده عنده، اختي فايزه تحس انه هي اهم واحده الوسط، اختي دنيا يحس انه هي عرفتي. كل واحد كان يحسسه انه انت اهم طفل او ولد عندي لك يعني مكانة خاصة. عام 47 قرر الراحل العودة إلى مسقط رأسه مكة. جاء بكر يونس هذه المرة بعائلته بعدما غادرها وحيداً قبل سنوات طويلة. في العام 50 بدأت رحلة بكر يونس في الإعلام من جبل هندي في مكة مع نخبة من مؤسس الإذاعة السعودية. عمل الراحل مع طاهر زمخشري الذي تربطه علاقة صداقة بعائلة يونس، ما منحه تكوين علاقات بالمجتمع المكي الذي غاب عنه منذ الصغر. طبعا أنا ما لحقت على ذاك الزمن، لكني أنا من جلساء الوالد أبويا، فاللي أعرف منه وهذا يعني الواقع، أول إذاعة كانت من مكة المكرمة، وأعتقد مكانها كان في مكان اسمه جبل هندي، وبعدين انتقلت الإذاعة إلى جدة وصارت مديرية الإذاعة والصحافة والنشر. وكان مدير هذيك السنة اسمه الأستاذ إبراهيم شورى الله يرحمه. فمن ذاك المنطلق وكانت في جدة وإحنا في جدة، طلبوا من أبويا عاد التعاون معاهم عام 76 هجرية، بدأ التعاون والمعرفة بين عم بكر الله يرحمه وأبويا. التعاون ما كان عشان مادي، كان عشان رغبة في العمل، ولقوا بيناتهم اتفاق في مصلحة البلد وخدمة الوطن بالناحية الإعلامية. فالحقيقة ما في أكبر من الإعلام لنشر التوعية والتعريف بالوطن، فكانت هذا هدفهم. وبدأ يجينا في البيت الحقيقة كصديق. أول كانوا الرواد مجموعة يشتغلوا هذا الموضوع وأسسوا لإذاعة جيدة وإذاعة كبيرة، ولكن هو تميز في موضوع ثقافة المتسعة في هذا المجال اللي أوصلته لاستيراد الأدوات الكبيرة اللي هذا يشتغل فيها بشكل خاص، خاصة في الإذاعة الخارجية والنقل. كان هو إذاعة كاملة بنفسه، وبعدين هو نقدر نقول عنه أول بروديوسر للعمل الفني لهذا. كان هو المعد، هو المذيع، هو اللي قدم كل شيء، هو الآلة والمخرج والمهندس، كان كل حاجة هو بروديوسر قبل ما تبدأ حياة الإعلام الحديث الحين في إذاعات الـ FM. وفي هذه دوباً بدأوا يشتغل المذيع ويكون مذيع ومخرج ومعد، ويعني بروديوسر كامل للعمل. لأن تاريخ يؤرخ مراحل عديدة جداً في تاريخ المجتمع السعودي وتفاعلاته مع العالم الخارجي. بكر يونس كما أتخيلها الآن هو الشاب الذي عاد من بغداد حاملا شهادة، هو الشاب الذي دخل كمذيع ثاني في إذاعة المملكة العربية السعودية، هو الشاب الذي أصبح مذيع الأول،
هو الشاب الذي أصبح مذيع المواكب الملكية مع الملك سعود. هذه الانطباعات تركت لي أنه هذه المملكة تترك الفرصة للخيرين من أبنائه، للمثابرين من أبنائه، للأذكياء من أبنائه. بكر يونس كان يمثل أيضاً للمرحلة التاريخية الأولى للمملكة العربية السعودية. بدأت أرجع للتسجيلات القديمة وأشوف كيف كان أداء الأستاذ بكر يونس رحمة الله عليه، وبدأت أسمع كيف كان يعلق لا بورقة مكتوبة ولا بشيء انطلاقاً، وكيف كان يتفاعل مع الحدث في إذاعاته في تعليقاته، فكان شيء رائع يعني. وبعدين ما الواحد ما يزهق من سماع صوته، كان صوته جوهري كده وقوي، بحيث إن كان تقريبا يتخلل النفس على طول بسهولة ويقتنع بما يقوله. وكان يقول وما يعلق عليه كان يقول كان بثقة قوية، بحيث إن أنت الشخص اللي قدامك هذا فهمان فيما يعلق عليه وعارف بيتكلم عليه. 1950 في جبل هندي التحق في المجموعة اللي أسست الإذاعة تقريبا، يعني هم حقبات ومراحل. فكان أيامها الطوخي، كان فيه كمان طاهر زمخشري، ورجع هذا اللقاء الثاني بينه وبين طاهر زمخشري، يعني شافه هو عمره 10 سنين 9 سنين، وبعدين رجع شافه في عز الشباب بعد ما كان كون نفسه تقريبا وأصبح رجل جامعي ومتعلم. التحق معهم وبدأوا العمل فيها، وبدأ انتقلت الإذاعة من جبل هندي إلى جدة، في تحديدا في الهنداوية اللي هي ما زالت الآن في نفس مكانها. كانوا أول في الصحيفة بعدين انتقلوا إلى الهنداوية، يعني هي حي تقريبا قريب من بعض. واستمر بكر يونس، بدأ مذيع أول، يعد برامج، يقدم، يمثل تقريبا، يعني كانت في ذيك الفترة كل شيء يعملوه، يعني كل شيء يعملوه مع بعض، يعد يقدم برامج. بس كانت يعني هذه هي حياته، كان هذا هو شغفه، هذا اللي كان يتمناه، هذا المايكروفون وهذا الإعداد وهذا الارتجال وهذا الظهور اللي غير اعتيادي. هذا الرجل يعني أنا أحس، يمكن أنا بنته شهادتي مجروحة فيه، لكن أحس إنه هذا الرجل جذوره، يعني جذوره جذور الناس يعني الطوارق هذولا، يعني شعب معتد بنفسه، وهذا الرجل جدا معتد بنفسه، يحس إنه هو يعني يجمع بين التواضع والاعتداد. بكر يونس عنده صفة التواضع هذه، كانت تقريبا يعني مميز فيها. الإذاعة أساسا شرطها الأساسي الصوت، أن يكون صاحب خامة صوتية معينة، ولكن الصوت وحده لا يقودك للنجاح. هناك أصوات قوية ورخيمة، ولكن يعني لم تسلك المسلك الذي يخلدها في أذان الناس وفي أذهانهم. فهو طبعا يعني كانت الإذاعة في ذلك الوقت قديما يعني كلهم تقريبا مذيعين من مكة المكرمة حيث مقر الإذاعة، أو بعدين جدة، مكة كان في جبل هندي. وكان الرجل يحمل شغف وحب الوطن في ثناياه وفي أعماله، فصوته الواقع يعني قادوا إلى قلوبنا عن طريق أذاننا. فكان صوتا كلما تحدث عنه، أسمع بدر كريم يتحدث عنه رحمة الله عليه، كان يتحدث عنه بالخير. ناس يعني من المذيعين اللي عاشوا الفترة تبع الأستاذ بكر يونس، لكن أنا أعتقد أنه الصوت وحده لم يكن وسيلة للنجاح وللظهور. والله هو الإذاعة كانت يعني مشروع يحتمل النجاح ويحتمل الفشل في ذلك الوقت، وكانت يعني هي يمكن بدأت مرسوم من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه المؤسس، وخاطب فيه العاملين في إنشاء الإذاعة والتلفزيون أو الإذاعة فقط ذاك الوقت، بأن يكونوا الصوت الحقيقي للوطن
والصوت الحقيقي لمكة المكرمة وللإسلام والمسلمين. ولهذا كان دائما التميز هو شعار تلك الفترة، وكان يحمل الرواد على أكتافهم هذه النصيحة الغالية وهذا الأمر الكريم. فكانت الإذاعة السعودية منذ نشأتها إذاعة مميزة، فيها الصدق، فيها الإخلاص، فيها الهدف. بدون هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن لوسيلة إعلامية وطنية أن تنطلق إلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم من هذا الركن يسرني أن أقدم لكم تمثيلية بعنوان هذه النتيجة. كتب هذه التمثيلية الأستاذ عدنان السنوسي وأعدها وأخرجها للإذاعة بكر يونس.